السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان، في فيديو جديد. أنا ما زلت مدرب للرجاء كما شفتوا يعني في جميع مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا فيسبوك. زينباور على الانستغرام نشر رسالة تأكد فيها أنه مازال ما اتخذش القرار أنه يسيني مع شي نادي آخر، هو حاليا مازال مدرب ديال الرجاء. حتى واحد ما فهم شي حاجة. حاليا المشكل عنده مع الوحدة، كما تنقولوا هو خدم بديك الطريقة ديال رجل هنا ورجل لهي، رجل في الوحدة ورجل في الرجاء. إذا كملوا مع الوحدة مزيان، إذا الرجاء دارت الإقالة أتخلص ليه الشرط الجزائي، يعني مازال كيلعب في جوج جوي. انت مازال مدرب ديال الرجاء مزيان ياك، اذا المكتب عطيه واحد المهله ديال 48 ساعه، وهادي مازال نحاولوا ان شاء الله نتاكدوا منها، واخا انا شفتها عند صحفي موثوق، ولكن نحاولوا نتاكدوا من المعلومه واش فعلا المكتب عطاه 48 ساعه باش ياخذ القرار النهائي ديالو ويدخل للمغرب باش يبدا الاستعدادات مع الفريق، يا اما غادي يمشي لوحده. كلنا البارح شفنا على انه حتى الصحف السعوديه كل شيء تكلم على، حتى موقع كره كل شيء تكلم على زينباور صافي مشى لوحده. ولكن يمكن على حسب المعلومات اللي عندي، ومشكورين بعض الاصدقاء في واحد الصفحه يعني سعودية، المشكل اللي وقع على حسب ما قالوا لي على انه على مدة العقد، وواحد الشرط اخر يعني ما قالوش هي بالضبط، ولكن قالك شرط شرطوا عليهم زائد مدة العقد. فريق الوحدة بغى عام قابل للتجديد، وما يكونش داك الشرط اللي وضع زينباور. زينباور بغى الشرط اللي طلب منهم وبغى مدة العقد عامين، يعني في آخر لحظة اتفقوا، بقى فقط الإمضاء. كما قلت لكم المساعدين اللي كانوا غادي يكونوا معاه في الرجاء جداد صيفطوا من الوحدة، بقى غير هو يسيني. كيتسنى حتى هو غير يمشي يسيني، كيتفاجأ أنه فريق الوحدة كيتراجع في آخر لحظة أنه يوقع معاه، وبعث ليه رسالة تأكدوا فيها انهم رافضين داك الشرط اللي طلب منهم، ورافضين كذلك مده العقد ديال سنتين. هنا فاش تاكد ان الفريق السعودي رفض الشروط ديالو، واكيد كما قالوا لي الاخوان السعوديين انهم الفريق الوحده مازال تيفكر، ولكن يقدر يتراجع على هذا القرار ويقبلوا ليه الشروط في اي لحظه. هو شنو غادي ندير؟ اجي ندير رساله نكتب في انستغرام انا راه مازال ما وقعت مع حتى شي فريق، وانا مازال مدرب ديال الرجاء، وهداك الشيء اللي تيتكتب وتيتنشر حتى انا ما فهمت فيه حتى شي حاجه. وجا حتى الجمهور ديال الرجاء والجمهور المغربي خصوصا عاد بغى يدير التمثيليه، يعني راه بزاف شفت فيسبوك حتى مدونين وبعض الصفحات اللي كانوا كيدعموا زينباور دابا تقلبوا ولاو تقولك اخويا لا ما يجيش، بقيناش بغيناه. شفنا، وتحيه كبيره يعني قليل فين تتقى رئيس على هذا الشكل، هو رئيس فريق جالاكسي فين كاين المدرب الالماني الصربي حيت عنده جوج جنسيات، قال انه في العلم ديالو ان المدرب تيتفاوض مع الرجاء، هذه مده ديال شهر، يعني تقريبا يمكن وقيته لزينباور خرج من المغرب باش يدوز العطله ديالو. حيت البارح في الليل عاد كاينين معلومات جداد على انه الرجاء وقت اللي خرج زينباور من المغرب بداو تيشوفوا السيفيات ديال المدربين، وتما فين تختار داك المدرب الالماني والبرتغالي.
من بعد اعجبهم السيفي ديال المدرب الالماني وبداو معاه المفاوضات وتفاهموا معاه. يعني حتى الرجاء كان في العلم ديالها عكس ما قالوا لنا انهم ما كانش في اخبارهم، ولكن في اخبارهم حيت كاينه معلومه كما قلت لكم البارح في الليل عاد تنشرات على انه زيمباور فاش بغى يخرج من المغرب خبر الطاقم ولا خبر المكتب على انه صافي ما غاديش يعاود يجدد مع الفريق وغادي يلتحق بفريق اخر. اذا كذبنا زيمباور في هذه النقطه علاش تفاوتوا مع المدرب فوقيت اللي خرج زيمباور؟ لا قال لكم السيد انا باقي مدرب ديال الرجاء وغادي نرجع في الوقت الفلان الفلاني، علاش في ذاك الوقت بديتوا تتفاوضوا مع مدرب اخر؟ اذا كان في العلم ديالكم على انه السيد خبركم انه ما غاديش يكون معكم العام الجاي. تيبقى السؤال المطروح اللي غادي تطرحوه نتوما كذلك، علاش انتدبوا لاعبين اختاروا زيمباور؟ مازال الاخوان وتنأكد لكم مازال ما كاينش شي معلومه صحيحه، واش هاد اللاعبين اختارهم زيمباور ولا المدرب الجديد اللي عطاهم لائحه ديال الاسماء وهما تفاوضوا عليهم؟ حدود الساعه ما كاينش تاكيد، ننتظروا ان شاء الله الجديد في هذا الموضوع وكذلك المكتب القرار النهائي، واخا بزاف الصفحات يقولوا لا صافي فسخ معاه، وراه هو داكشي اللي باغي، هو ما بغيش يمشي فابور، لا فسختي معاه هو ديجا ما عادش كيتسال شي 200 مليون وقيمه الشرط الجزائي ديال الفسخ هو 220 مليون وتولي عاطي واحد 420 مليون فابور. على العكس لا ما جاش ديك الساعه قانونيا انت تقدر تفسخ انت من طرف واحد لانه اخل بشروط وداك الشيء اللي ديري معاه في العقد، وغادي تعطيه فلوس اللي كيتسال فقط اللي هي 200 مليون وهو غيعطيك قيمه الشرط الجزائي اللي هي 220 مليون، يعني حسابيا بحال غادي تزيدو انت 20 مليون وتقدر تكون اكثر الا مشيتي تابعتيه في الطاس. ما عرفتش انه في هذه الحاله يعني مدرب دير معاك في كونترا عامين ومن بعد مشى، واش من حقك قانونيا تتابعو في الفيفا ولا لا؟ ولكن اللي كان عنده عامين مدة العقد عامين وانت باغي تجدد معاه بشروط جداد، هنا كيطرح سؤال يمكن الاخوان القدام في القناة ايام اللايف كانوا بعض الاخوان تيتكلموا على واحد القضية بزاف وناقشناها شحال مرة، كيفاش كتفاوض الرجاء لا مع اللاعبين لا مع المدربين خصوصا في الشرط الجزائي؟ علاش شفنا شحال من لاعب مشى وشحال من لاعب تيبغي يفسخ فين كتجي تشوف تلقى عنده الشرط الجزائي 300-500 مليون؟ نجاوبكم هنا تيكون تفاوض، فاش كتكون تفاوض مع شي لاعب مثلا طلب مليار في العام تيقول لك ولا انت بغيتي دير في الشرط الجزائي مليار غالبا يقبل، جبتي بمليار بجوج غالبا يقبل الشرط الجزائي مليار، ولكن انت كتجيبه مثلا ب 300 مليون ولا 400 مليون ما يمكنش تدلي في الشرط الجزائي جوج المليار ولا ثلاثه الا بغيتي تفسخ، ما يمكنش ما يقبلهاش لك وما يسينيش معاه، هو تيسيني معاك بديك 300 ولا 400 مليون في المقابل القيمه ديال الشرط الجزائي تتكون منخفضه، تيقول لك نسيني معاك ب 300 ولا 400 ونديرو في الشرط الجزائي مثلا 300 مليون ولا 500 مليون مثلا على ابعد تقدير، وديك الساعه جاني شي عرض مزيان راه نسخ معاك ونعطيك فلوسك. مازال هادشي ديال التفاوض
كيبغي الفلوس الاخوان، فين تيكون عندك فريق عنده الفلوس انت اللي كتحكم بجميع الامور في العقد، حيت اللعابه تخلصوا مزيان كدير شرط جزائي مزيان، ما يمكنش تجيب واحد اللعاب بثمن قليل ودير شرط جزائي كبير. سمحوا لي طولت عليكم شويه الفيديو حيت هادشي فيه بزاف ما يتقال وفيه بزاف الاسئله، نتمنى فقط انكم تجاوبوني جواب سهل، واش نتوما مع العوده ديال زيمباور ولا ضد العوده ديالو للرجاء؟ اذا غادي نتكلموا من بعد ان شاء الله فيديوهات اخرين، لانه كما قلت لكم هادشي رون كلشي 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 ترون، صحفيين مدونين المكتب اللعابه كلشي ترون فهادشي اللي دار زيمباور. نتمنى تخليو الجواب ديالكم، احنا كنحاولوا نجمعوا اكبر عدد ديال المعلومات، وفين ما يكون شي جديد الاخوان راه ندير لكم فيديو، وشكرا والله يعاونكم.